من أسباب الثبات على الدين حتى الممات قراءة ورد من القرآن يوميا. اجعل لنفسك ورد يومي. لو الدنيا تصير قيامة أقول أنا بخلص وردي وبعدين يصير اللي يصير. وخلي نفسك ورد هذا وقت معين، لو إيش ما يصير ما تتركه. وأنتم تقولون وش الدليل أن قراءة شيء ورد من القرآن يثبتنا؟ نعم، قراءة ورد من القرآن يثبتك، مو بس يثبتك، ويجعل الله لك فرقانا، لأن الله ذكر ذلك في سورة الفرقان. قال عز من قائل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. معترضين على الله، ليش القرآن ما نزل مرة واحدة مثل التوراة والإنجيل؟ جاء الجواب من الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك يعني أنزلناه شيئا فشيئا. ليش يا ربنا أنزلته شيئا فشيئا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فدل على أن إنزال القرآن شيئا فشيئا تثبيت لرسول الله من الله وللصحابة، فمن التزم فأصبح يقرأ شيئا من المنزل فذلك سبب لثباته عند الله.